بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحد درسي كوكو سابسين سنان دونا هوري مكبلا ما إن شاء الله تعالى. موضوع كوكو سابسي سن مسؤولية الوالدين تجاه الأبناء أو إهمال التربية. وحين دهنا بقى والدك وحدالي هي مسؤولياتك صارا مركز النقطة بلاش هي كورين تودا ومسألة إن بدن 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 لقى حظا أح بدن بأركتين ولادك والرمية عرورتي كبعين تيدا عرورتي بربارين تيدا عرورتي haddana soomaalidii dabada u soo baxday ku guuleysan kari weyday maxaa qaldan xaggee wax iska qaban laayeen nusus badan la akhri xadiis badan la sheeg aayad badan oo qur-aan la tilmaam wasaa'il badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo sugnaatay la tilmaam welina maynan ku guuleysanin farsamadan inuu samayno شاشة شوي دين تلا وحوي المركة حقيقة وحكة غلدي وقوها الرين وأقنا هاي عرورتو إني هبا من الله تي نعمة إلى هاي ودتك كو قال ضيست وإلى هاي سبحانه وتعالى القرآن كو حكت الماما يا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير في سورة الشورى إلهي وحولا يعد الدونا وحقوق الله ضيستا هبله عد الدونا وحقوق الله ضيستا سيا ويلل عد الدونا إلهي سبحانه وتعالى ويسغدرا عد الدونا نوك قضية عدا لقى قضية با قران السن نعمة عرورتو انت إلاكتي وحين وضا نقانا قفكا هوري وحودة لواية ورور بدنين وكود عرق يدو مربا إنو راديو قاب كستو أولا يلاهدو وحبال لغودة لكرا دي دوني دا دبدا دا دخاتير لغو شاقو يهدي من التعويدات غروفة تحديثة لغو للابا الله شاقو عد والبا إن لوطاقو يدو لغا عبانا يو مدان اسقبني مدان ودا جوغني عرور بانان هينين اي وحن رنا سيدي انو عرور دال وحد كا غران كرتا الهي انبيا ديسي او ورور كاسي هايو او الهي بريسا نبي ابراهيم ومحيله ربي هب لي من الصالحين والنبي الهي دورتي هدنا الهي بريي ان كو صالحين تا وحلا سيو وحين القران كو اركينا نبي زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إذن وهمي بن آدم كو وذاقه أنبياء الصالحين تاي ووينا إلى إيوه أي بشر دوني دا سومر وشعليين واحد له لكن حيث ويدين تاله إلى هنا قرآن كو إحنا قلت المامين النعمية المال والبنون زينة الحياة الدنيا عرورته هي حوله با وأدونك قرح دي سائل هيكو تلمام كأنما قرح دا أدلاء دا هاي أدي فقري كوكوبته كأنما قرح دا لا دا هاي هداد وحدالي ويدو دابا تنوح اللي حولها هي عرورته با وحيين محي زينة دا نلوشة وحي كم دين شهوات نفس زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث إلهي وحينوط المام والأنعام والحرث وحاصر دمين النعمة إنساك وحو تشعلي ينيت إذا والنعمة لكن نمعول با ومسؤولية دمك لمرك الله قايو نمعضو وفتن إن أدمهد نقضي إن أدمهد نقبل وإغي مالك ونعمة لكن حقك لنا وفتنة عرورت والنعمة دنك كلنا وامحي وامتحان وفتنة
هدي مسؤولية دا سمرك إلهي سبحانه وتعالى وحلا يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ومسؤولية مركا ومسؤولية ومسؤولية دي لهي انت بدن انت عن لين غلط دردار من عهورتو إنا ينوصى ما فشا والدك وحلا غلط دردار مي إنا يوصى ما فالك كوه الرئياء يوصيكم الله في أولادكم إلهي سبحانه وتعالى وحلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملا عهورتو إنا ودي لنا قاچاك بغيسان دلك مدوى دلك ولغا غسيه مدينة ودل أدبي يكسي درن وقفك عقيدية دين لأنا أتبضه أضيعه كفى بالمرء إثما حنبي قتل ما أن يضيع بمن يقود وقفك بنادم كأوحد دم يقفل أنه وضيعه عدوا وحسيني عدوا كريني وأمانة أخرى لين ويدينيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأمان آخر لين ويديني مع كل ذلك وين كسوا بحكري وين حقاي وحكحوني حان لأن هاي أغهرين مركوكو والله بميت إما إني قيمتي ومضنا أين السنين بني آدم كبان قيمين على الهي يضو أصليا لأجي هاي دوني دا وحا كور سارا وحا وقيمة بدن لقفك بني آدم كا سادرات بي الدولة دا دوني دا نولي يتشرا وحا يسكو ضيين إني دريالي كرام آدم هو دا وحباري كرام ويقفك بين آدم كأي كبعنتي ساكا قيمة بدن قنطالها إيا ضيورتها إيا كمبيوتر هذا يوح وهي ساكا سمعية وما دي كو قوليسان ويدا إنا يدد صوصارتا كما قوليستوه قانك بين آدم نمو ولو لعق بدن هايساته تي لعق واحترسو يا مسلمين تمانتا يكا لعق بدن خليج كيا ميلها كان تن رولك لغا قوضو ويسار نوران رولك لغا قوضا لكن مدلين آدم هي لو باهنا ما صابحين ولين غوميستا ما ها ان لينغ تيره بدنيه ما ها ان لينغ خوله بدنيه وحويان انسان كي لو باهنا با انو سو سار كرويد كواليتي قفك بنادم كاي نو باهنين انسان كاي نو قيمين كري وين ولذلك waxa laga yaabaa inuu aabuhu ama hooyadu ama dadku kaga mashquulaan ba lacag la xoojinayo lacagtu qiimo ma leh haddii lacagta ugu badan uga tagto qiimo ma leh u baabiin haddii qof qiimo la ka tagtana isaga hantiya isaga isku filan tujarta lacagta badan dhaqada ee caruurta halmaamta adunkoodu intuu ka dambeeyo xataa adunku intay dhimanayaan u busi joogta hantidu arkudento dadka ka taga aadana noolo wax garadeena loogama baqayo inuu gaajooda ama luma aaminka ina qofka dhistaaba ka muhiimsan maxay ina hanti uga tagto idan weynay inuu markii hore fahamna qofka binaadamka ay qiimuhu inuu joogo hadaanu inaan qiimihiisa garanin waqti iyo hanti iyo xoog ma gelinayno kobciis iyo barbaarintiis wuxuu ina la noqonayaa shay thanawiya شيء سكندرية شيء أن مضنين واحد بضانة إن تسديت ساعدات صوشة غيسا إن كم مضنطة هاي إن تسديت ساعدات الماسيسة كاسوا مد قضب كاللبات وحين وحسو سارو يالين ويوحويا وحينا أقونن سيدة وحلو الربعي أما سيدة وحلو كبعي ولبا إنه كالصومالي أهان بين آدم كو وعلمي دان والله برتك علمي أهان وأنا فني تدريب وقف عن تيوريتيك القرى الله بريني لغو تبابره لكن نقو كصومالي هان مشكلة دينا هي ستا وحي تهي وحي نقنو لين داد هوموجينيس جروبة هوموجينيس جروب كما تغاني بلشادة عن فوارق دالهين وحبكو كلا جدسيني
ده اسكو مدبا اسكو افا اسكو دقنا اسكو دينا ما يدين تكاك على اسكو مذهبا فقه مذهب قرى كوضا هايستا وحي كوكا لقديسين انو تشيرين مركا المها كالي قادو ماد بربارين وحا بربارين يا محي وضن داني يضط كفنور معلن كيسكول كرديغا اسكو وحا من سنيدين ومسلم ها وعين كانها كدوكسي قران كرديغا اسكو وحا من سنيدين كسوق تشوغا اسكو وحا من سنيدين كدوكان كهيستا اسكو وحا من سنيدين كشارك اتيم با اسكو وحا من سنيدين المه كولا عيارة يا اسكو وحا من سنيدين مركا عقلي صومالي وحكوصو ورورسنا هالوح محكو ورورسنا المها قيوغا تشونين بس عقلك الصومالي وحوها المهاس وحو عنائي وحو هودائي وحو حدائي واي أبو هنا انت أصوكو مغنى مركو سيحو حتي ينا إسلام هنا انت أسي ودي ينا وكاري صو وميدو وهاقا حتي صو وبيسو لكن مركا ينو نمي لولول لنكان نولوليد everything ويهي واح كستبين آدم كو كل الله ميو مبادئ دا للرميسين يي عقائد لغو نقم ايو دين تا لقادان ايو قاب كاللون نولان ايو لغادا لغو حد ايو سيدا لو فكر ايو وحوة لبا لولان غالان وحينو نقرن اي دادكي وغوه الرئي اي دومه سيدا وغيد تربية دا لشيك اي وحوة ايو وقف بنا آدم كوبعينتي اي بربارينتي محالة كوبعين اي مواهبت الهي سيي هاتو وحبكو داري ما يسيد قفكن إلهي بس هي مواهبتان لكن والله بربارين هي إن أنت جيت كامرك إنه بيري إنه إن أنت موحبا إنه كدرة ما يا إن أنت وحى كتيرة أي وحى نسكت دينا وحى ندبد كتشو جاينا نلبين يدنا إن لسي فرصة دي يكون بحال هيد إن أنت نقولك إنه فاق فاقنا dirtay no ka jarra wa arrugna fertilizers been ugu darra biyeen ku waraabina meel aad aad la ino dhigna laakiin iyada waxba kuma darro insaanku waa sida ilaahay u abuuray isaga khayrka iyo sharka ba aadi kara isaga quwwada awoodahan oo dhami ku xidhan yihiin laakiin waa kala kubciyo kolba hadii la barbaariyana si fiican buu barbaaraya hadaan la barbaarina khabta ashwaaya si كودي او كف او كع او كودي او كف او كعبو بربارية بربارنتو وحي لمي تيسيد عنادة يدودة عنادة قفك بنادم كي سي سو دي اللي تران انو اكورا وحلا سيام حي عناي سو دي اللي تران سعيك اما عنا قرام يا قفك لا سيام ولو بد بدلا سي وحي ووبا هنا يوردن وهلي كرسو سيفي عنو هرا هذا هل عنو قرسي سكور قاعدة قف قوات كبير نسي بريسو ما تكن عمسا هبين نية مالن با حاسو أبحيا يعني نلاش بد بوايا إذن تربية واسدة وح قرا قف كلام السيو مواهب تكشروا أردن بينو ربنا إنه صوص عرو عقل هداي تاي هداي روح تاي هداي جسة تاي هداي وحو البطاي مواهبتي سورة بين ربنا إنا نصو صار انحرافات كرا إنا نكوضا إلا لنو دو دا انتين لك بالي ساسية سي نوع قرى ضدك الله وضا قرى مايا قفك حنونك حيال إيغا دو بيتانا قفو البدا وقارا لو قرى دو دا لو قرى يردو سيش بالك سيا وحلمي ده وحلاليو انحرافك قلو عقفك قلا إلا قد وين يوردن بالمي ده إنكو قلو عردن بود إيا دقال بينو هاي سنة وحلينو نغالا إنان كيوا إيا رحمة دي بريهم اللو تاقواي دقال إيا هروف فينا تكوب بلو دو إيانا تقرا عدو وحلم يدو قرار إيسا هدي او مغلي وايانا وينينو كسي بديناو مركا إنكا دبتاينا هيسا تاوالا بدان دبوت midii wax weeyaan wali waxaynu u fikirayna sidii iyo atolka iyo reerka iyo tuuladiini degantii emel rag isku hayeena tibe ma rumaysinid midena wax weeyaan marka horeba sida wax loo barbaariyo ayaa wax badan imahay inaga qaldanahay insaan
سيدي سو ربشدي مجرو وإنسان أتفهم ويدايو إلهي وحلي ولقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم با إلهي قرآن كويري آدنا هو حنو أبو رسيدة وقمن سيدة وقمن بالله أبو ري فطرة الله التي فطر الناس عليها لكن ولقد كرمنا بني آدم إلهي إنسان كوا كرامي أبور في عنبوسي أحسن تقويم مكدقة لكن الوسائل الخارجية وحيا بعد دبدك جاي ما دام أسفل السافلين جاية أمام حي أعلى العليين قبطسية سو جد بو النبي عليه الصلاة والسلام حوت المامية ما من مولود إلا ويولد على الفطرة أبورك سوى سحني ومدها بارغة بي ومدها كارغة وحس مجرى ومدها خير قبل ما أنتود لكن واحد دبدك كغيمي إياك هدي غي أما مت شر بضن أما مت خير بضن مت سحنين بضن أما مت غلط بضن مت سفعان وفكرية أما مت سحن وفكرية مت مؤمنة أما مت قالة سيد رادد بن نبي قوح عليه الصلاة والسلام قفوة لبايسة قوم من بردشة لبدا والد وإنفايرمنت وخطر سن آدنه وكسوكره إكوات لبدا والد بن نبي قولي لما أرنم بيئة الدبدة وحل هرومري يا محي لبدا والد باكرد قبو النبي قولي يهودي أما النصراني أما مجوسي سيد حوله بايوردشان يغان لكانين لقوه دا ودقبه لكن بني آدم كاتشر شرح حوله مركا دنبو دقاها قارنا ويريري قارنا دعلاوية لقارنا فروية لقار بسيوغالا سيدي حوله يقول دقاها دقابة ودردشان ببني آدم كساقو قمان أردشا لكن دقاها عدة قويسية سيدة تنقشا وآدنا هبو النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام قرآن كان إلهي وحلي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا العلومات الحسية تجارب علوم تلقى كسبضه إذن كان وحبك أقون أياه يدين إذن أشاب نبي قولا أي قرآن كلي وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فدة لعلكم تشكروا إلهي مركا وحيدين يلي وصائشي أقون تلقى كسبني إي مقل له إي أرق له إي قلوب له لعلكم تشكروا أي كي تشكروا سيدا ربي قينو قم هدع لسان لكن هدي كواسي قلدن لو أديك سيدنا إنساك وولو مية هدي سيسح لو أديك سيدنا وولو مية ولذلك بقى علماء واحد أنا ابن القيم رحمة الله عليه بوحلي إذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء هذا دار اكتبوا لي المحو ماضي انت أقب ضنب لي حمه والدين تكيمي انت أقب ضنب ما هو والدك كيف هذا بقى المه ما لها نتشوكتان مركو يمي تحديات بقى يلا challenges يا عصر غير عصوبة اللي نولي challenges آد اتربضا واه عمر نمانتي والله فافين ايو تي في لإنترنت لفيديو لموبايل ل وحالها يوردن له schooling system مثل مناهج لوغو تلقل يوانا دا دوغو ديگنن له چاري حافظ دقن كلاوات له وحبادن بولا كل ما يعلمه وحاولا كل ما يوردن نمه يستو تطعيم كسوما تغانين vaccination كو طلال قف كتجي يمال خطرة مثل مال تيبي دو كوبادن تهدا تجيس أما يلا وفاف كوبادن يي أما هايبي تايت كوبادن يي قف كشقيني وحلا إذا ضاع هلا تلالو سمر كوبي هذا نحتاج حماية ديس دفاعي سجلت وحوك سرادو إنسان كوحو باهني هاي مواهب تأية وح ونكسن ولينا إلا بربريو وح حنا إلا تلالو وححنا إن لقى طلاله لكن هدان والدك بقى قون سيدا وحلوه طلاله هدان وقون سيدا لو كبعيو قفكو أودها ألسيي
المه السوق قولي سنة يا مركا. أحد العلماء عصورة النولة كم إذا علماء التربية أنا ما كنت تخصصي دكتور إبراهيم الخليفي أيا وحو إلى هذا عصر كان وحي نوبة هن يقولي رخصة قيادة الوالدين اللي بحية بولي ليسنس ليسن ليسن كوالد نما ينقفك الله سيب يولين تانو قريقلين وإلا بولي هاي سنو تشبايا عررتنا ويشبايسا ليس كوالد ما وامحى وضن هذا المسلمين تين داير تا وضن كم ده أي واحد بطاي فريتانكا أرسل بلال دقيا ومبلس فريا أرسل بلال دقيا دكتي فرستي دولة دي واحد تلسيه وحجرة دولة دو دراسة مركز سمعية وحيد هذا دكتو يجوا أن لبارين جور كي وحكر رتب مايا يجوا مود يمشوا سكسينا يتهايون من لطنطه ويل كي يعبر دوينه يتمانه يانو يجو مودة يا أيه غوري غلان ده بيتنا ما دام أكون درادة سي أشرتو وده نولان شيء هذا عديد نقطة ويا لبا قف لبا غوريو خلانا كنا كلا كل جرا كلا نو عقاب لغة خلا نو لبا كي يمادان أنت بدن مركا وحكلاش كده حد عابي ده دين لبا دن قف يسويمي فوريتانكا ugu badan labay dhahdan lixda bilood ugu horeeya ma sanadka ugu horeeyu dhaca waxa xalabay dawladda Swedish waxay dawladdu garatay markaa waxaynu sameeyneynaa in course la siiyo qof kasta oo guursanaya qofkii course ka soo qaata ee shahaadada qaata dawladdu waxay ugu deeqaysaa arooska waxa ku baxa lama oranin qasab wala guu meherin laakiin waxa weeyaan heli meesid macuunada dawladda oo ah in guriga iyo wixii kaaga baxayo dhan kharashka in lagu siiyo heli meesid hadii aanad qaadanin maxay course kana soo qaadan course ka marka lagu dhigo liisan baa lagu siinaya sheegaya in aad u cuntanto in aad guursato waa shahaada soo shahaada jaamacadka kama qaadataan ama shahaada darawalnimo soo qaadatid liisan sheegaya in aad gawaadhida ka xayn karto waa liisan sheegaya in aad reer wadi karto in aad reer noqon kartaan aya lagu soo siinaya liisankii markuu qofku qaato dadku markoo hore inta badan leey uma galaan cilmiga adbaratiide wuxuu u galaaday inuu helo $50,000 ama $60,000 ee dawladdu ay guriga qalabka yaal iyo wuxuu dhan ku dhigayso marka qof waliba si uu guriga u helo korska bisha abu soo qaadanaya korski markay soo qaateen si automatic ba furitaanka hoos ugu dhacay wadankii ay dawladdu ku guuleysatay marka inay yareeyso فرستي هو سودايس وها صوب هاداي إن وحنا قون درين تادا بدين كينسانيسي وحلى غمار ميكاريلا هادي داتكا لبرو إنو غوليستو إن كان خبير كان مسلم كيو حولي هاي سيدا غاريكا لوغو كاتبولي دراوال كاليسا كالوغو كاتبا إنو أوبا هاني إن إلماها كاستي غورسينيا أما قويس كاستو وحديكاي قويس نما سمينا يرغي يدو مربعين لسيو ليسن كوالد نما بولي وإلا هدانو ليسن كاقاد نما بولي إسنا ورب مضانيا إلن وحانو قرانين بوضاي إلمهنا وقرب مضانيا إلمهنا مشكلة بحيستة والد كنا إسنا واحيق سنيو جهديا ووديا حوقو مباقنين وحن باي لامي تهي بولي نما دروال نقونو لويري قاريقا كحيه isna wadib mudan yaa de maalin badar bu ciiraya maalin bashil bu galaya dadka kalena khatar bu galinaya ilmahaana dalaysa hadaan la tarbiyeyn in dadka kalena khatar bay galinaya adna khatar bay ku galinayaan naftoodana khatar bay galinaya intaba khatar bay ku jira ilahay asliy wuxuuna leeyahay wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha إلهي وحط المامة يا نفطا ألهمها فجورها وتقواها إنو السمي وصفي عن لو أبوري لكن طريقة حنا إني قاضي كرته هدي لوترين قريه طريقة سنة إني قاضي كرته هدي لوترين قريه سأوجد بي إلهي وحوري قد أفلح من زكاها وحليباني عدة كلمة الزكاة في اللغة التطهير والنماء لبضب وليد هذا زكاده حولها نوي بركيسا وانا يطهرتها نفط هذا بخلق اي قرنك اي حاسد نمضى كاطهريسا حولها نوكو بركيسا وكو إلهي وحولي نفط قفكي الزكية
قفك زكي وحويان حميه سينا قفك اسكرني لي كرنا وبحي اي كري وقد خاب من دسها كي حبالينا إذا وفرسمو وحنو الصعود ورنا ميوام حي وين أن ده ظل بشي بينه وبهني مدي وحويان بن آدم كي يقيمه سينين وقرنه وده كمان تجبان لي ده وحيد هذا ونور ريسورس وودنا ده آن ريسورس لهين معادين يا وحبتو أنا ملها هذا نوع أودن كلا بعض ما صدق حد رقالة دوني ده حقو كيمي هيومن ريسورس بولي بيلي دولة ده يبل شد وحي مال جلسة قفكا شبانيس كا شو رقالة وداره دبتنا وحي أودين عيد هذا مركب تودو برتا أنت يصور ران أيه بشة ومركب كل واحد كوسي شربة فاكتوري جون السعرين يهاي دبتنا هدا ومركو دكده كحده إيه ده ستينلس ستيل برجع مركب هرنا يلا خام واقع ولا صاصر مركبك مركب اللي جرجع يعني إيه ده ستينلس ستيل بقى اللي جرجع يعني قف كبين آدم كابي مال قشده دولة ده هرو مريه اللي شيء جيا جي بي دي كوطنك بول كيبا إنت أيه يسيو كل حوك بدينو كل مال جليان دتكو ده سيدي الله تبا باري لها وليبا لبشي باك لجرا علوم تمرنا ثيوريتيكال باللوغاتا جامعات كانية ميلها كان تيري بدن باللوغو سوقاتا وحنا وحلي ده هو فنون تربوية وفنون علمي يوغعانتا لغاب مركا آد شقادة بلابا يسو لما يدان كاني شهادة سروسي تاي شقادة بلابا عيدنا شقاقو مدر تولي قابة شهادة سيدو شهادة وحي شيغي ساينا دو هرو وحو برن كرتيد وحي لغا ربينا دبرتو ساد رادت با شركات دو تريننج بيكو قلينيس انجنير باتو انجنير كلالو قدرية باللبا باد دبس عونيس هاد قوة وحان عدن تيوري كالسو قاطي براكتي كاليسو سمي ايان هادن شركات دو كأمين اني براكتيكالي كو مريسي مو يعني دبت انا اسيستنت بالا غادي كان بالا غادي كان بالا غادي كان مدة مركات خبرتي لو باهنا هادش خبرتو وا مخاي وحويان ان اد حاسوسن كرتا ميل كاستا وحي او باهنت انستنتانيسلي ثيوريتيكالي مو ود حاسوسن كرتيد لكن وحان مركا تجربه كو عليسه كو عليسه كو عليسه انستنت كاستا وحي او باهن يا حافظ بعد مركا نغونيسا تربيه دونا وساسو كالي علم ثيري قد لغو قاطة ماها انت ميلا فرستا الله يسو شاقا قد ماها وعلم الله يسكو تبابره وقفك ترينينغ لغا ساره إلا إيو وقادو حدكي وحاكا سمين لها هادا ممارك إنو علمي دو كبعين تكوري إنو كعلمي أهان أسس عقيدات بولي وعقيدكو سليسان ونولاش محادك آمن سنتي دوني دا محادك آمن سنتي قفك بنادم كان محادك آمن سنتي مصيرك آدم هو النقر يوم حادك أمي سنتي وحاصر دمي وحي هجاميان وحلق بريا وح النقر يوم عدك استاء عدك جدسن الرمحاسي قابك يدتك وده وطب برانة وكبعيا وكجدسن تيدتك كله that's why عد ولبا يقول هذا مناهج تعليمية أجار رقم كودي كل جر كودي أفكار تودي عقائد وده كسر لسان سمعنا ده واحد وهايستان علم قوين وعلم لبرتوني ماها علم ولبا عقلية رأية فكرة بكذا مايسا وحكلوا لي أسس اجتماعية وقصة ليسن بلشدهم حيو باهنتي قفكم محيو باهي باهيدا بن آدم كان لقيمية عد عن رميسنا إن آخرة شرتو باهيدا بن آدم كا ومشرتو وحاخرة الله يرضيك وحساب تنكيدو عد سر رميسنا محيو وجره آخره وحلا يدهديك وحسابتن كذا وجرة عد عن روح برمايسين بنادم قيون الروح ليين والله الله حديده طانا وقومتشرته أسس كتربويها وحيابه الروح الكوبية عد سر رمايسين وجرة مركا حاجاتك قفك ويكو حرنتي وحيكلوكو حرنتي بنادم كم حالة قربة مثلا دولة دي الرومانيس كالورنشري وحي رمايسين نكا الرومان كا إن شده هان قف كلاد يسوقف حوجا أو حسك عيلين كرا الصوصا أسكر ده بتنا تربية ده الله مريض ده كورد مي وحي أوبدنا تربية مرغة كوس على سن غريجي هرة وحي رومي سناين فلسفة هي عقل جوين وياها مش ده كلاجوه جاميو مركا وحي رومي سناين أسس كتربوية وده كورد مي نقص على سن هذا أسس عقلية قف كمان كيس السيدة كورلاقو قاضم مثلا كريستان كي هرة
waxay rumaysnaayeen jidhka iyo waxaan inay dhibba yihiin qofka ruuxdiisa in la koriyo iyaga iyo hindidii hore iyo marka waxaa la odhan jiray qofka jidhkiisaba waa in la ciqaabaa si ruuxda ay u korto. Oo raahibiinta qaar baa la odhan jiray ninka kani halkuu ka gaadhay ruux korinta 50 sannadood dambiga wejidhaqa la yidhaahda muu gelin wejidhaqa dambiga biyaba inuu ismarin, yacni waa qof bahaloobay waan 50 sano biyo ismarin, dambiga wejidhaqaanu 50 sano gelin si uu ruuxda u barbaariyo. Innaga soomaalidu, soomaalidii hore reer baadiyaha matalan, waxay rumaysnaayeen ninnimada iyo ragannimadu inay tahay qofku inuu adkaado. Saasi daraaddeed geeljiranimadu ammaan bay ahayd. ninka geeljiraha ah waxaa loo rabaynayay qof raadka u adkaysta oo dagaalka u adkaysta oo geeldhaca u adkaysta oo dhib u adkaysta oo waxaas oo dhan. Saa daraaddeed ilmuhu markuu 18 gaadhaba geela lagu daraa, kaa yar bay geeljiruhu wax walba ku raraan, isaga hadhuubka sida oo gudinta sida oo maqaarka sida oo xoolaha raacaya wax allaaliya waxay xoola haystaan ama qalab sitaan ka ugu yar baa sida, waxaasoo dhan isagoo xambaarsan oo maantoo dhan daalana xoolaana raaciya mid yaroo leegi ka soo horbaxaya intaba dhigay odhanayaan oo la ultan ul inta loo dhiibo hadduu ooyo waa la dilayaa, hadduu intuu ultamo uu ooyo ama laga badiyo kii weynaaye wadaa dilayo odhanaya nacaska nacasku dhaleen rag iska celinay. Waayo kaljarkan baa wuxuu ku salaysnaa qof adag in lasoo saaro oo abaarta iyo dagaalka iyo wax walba u adkaysanaya oo aan ibnu hunduu lahayn yeelabaysteynnimaan ahayn inuu soo baxo ragi. Idan waxaan uga jeedaa bulshadu baahideeday ku salaysaa maxay qofka sida loo rabaynayo muxuu noqonayaa berito. Waxaa jira usus nafsiyo qofka lagu rabeeyo oo ah muxuu qofku qaadi karaa, dadkoo dhan isku wada mid ma aha. Qof baa cilmiga ku fiicnaan kara, qof baa farsamada ku fiican, qof baa farshaxnimo ku fiican, qof baa adab ku fiican. Ma aha un dadkoo dhami dhakhtar wada noqda inaad tidhaahdo. Qof baa dhiigaba markuu arko ma taga, dadka barba hadduu dhiig arko ma tagaya, haddaad tidhaha kaa dhakhtar noqo wax qalsay u suurtoobaysaa. Yacni waa inaad garataa ilmahaad dhashay fawaariqda firdiga u dhexaysa muxuu baran karaa maxaase aanu baran karin. Waa inaad garan kartaa alxaajaatu nafsiya aadanuhu muxuu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay kow intima inuu cid ka tiirsanaado qofku keli ma noqon karo, wuxuu u baahan yahay isbaatu daat qofku daatadiisa inuu sugo qof nooloo la garanayo gaaru taagan inuu noqdo, wuxuu u baahan yahay qofku inuu xorriyad helo, wuxuu u baahan yahay qofku wax uu ku farxo oo naftiisa farax geliya inuu helo, wuxuu u baahan yahay qofku inuu muntabit noqdo qaanuunka inuu raaco, xorriya mutlaqa ma jirto, sistamka inuu hoggaansanaado. Haddaba waxaas oo dhan aan ka waramay aadanaha sidee loo baraa? Hal daris kagama hadli karno. Waxaan leeyahay waxaasoo dhammi waa mas-uuliyadda koowaad ee waalidka. Labada qof ee wax dhalay mas-uuliyadooda koowaad weeyaan. Bulshada saddex qaybood baa wax rabeeya, waa waalidka iyo mujtamaca iyo dowladda. Dowladdu qaab bay waxay dowladuhu waxay jecel yihiin waxay dadka u taliyeen inay homogeneous group noqdaan, waxay kaloo jecel yihiin casrigan dambe multicultural inuu noqdo. Laakiin dadka inkasta oo laysu ekaysiyo ay dhaqan iyo af iyo diin iyo wax wadaagaan, ninka siyaasiga maamulka u hawl yaraanaya. Marka bulshada si laysugu daro dowladdu saddex shay bay adeegsataa. Dowladdu waxay adeegsataa nidaamka wasaaradda waxbarashada 10 sannadood ee hore cilmi maaha, laakiin waxa weeyaan waa isdhexgalka dadka 10 sannadood ee qofka lagu baro. Saa daraaddeed ba dowladaha inta ugu badani waxay qaateen compulsory education 10 sannadood oo hore ama 9 sannadood oo hore waa qasab, qof waliba waa inuu iskuul dhigtaa. Maxaa la rabaa? Dadkoo dhamma inay culimo noqdaan maya. Waxa la rabaa dadkoo dhamma inay isfahmi karaan dhaqan iyo af in loo sameeyo dadku uu ka midaysan yahay, value ay ixtiraamaan, qaabka loo wada noolaado dadka waa la isbarayaa. Kaasi waa kow. Shayga labaad ee ummadda lagu hagaa waa iclaamka TV, raadiyo, jariidad, waxaan oo dhammina bulshada wuu hagaa. Dadka koox gaarun baa wuxuu sheegtaa ilaa xad imika la marinayo
cunada waxaad cuni lahayd xataa meesha laysaga sheega. Soo kicha kama soo baxdo gelin horo wax la kariyo, haddaad kaa ku darto u dhanaanaya, haddaad kaa ku darto u macana, xataa dhadhankaa la rabaa in lagu sameeyo dadku isku dhadhan noqdo oo dhan loo wada socdo. Qaybta saddexaadna waa qaanuunka, intaa wixii soo dhaafa sharciga lagu hogaaminaya. Waxa haddaad samayn weydo xadhig ganaax, xadhig ganaax waa iyana in laysku kiin dhilo intii intaa soo dhaafta, wadadaa la wada mariyo. Kaa dowladda ka mas-uula, midna bulshada leh, waa ururada kilaabada hibdheelada meelaha laga tunta. Waxa kan muslimiinta halkaa waxa ugu jirta maxay? Naadiyadooda iyo meelaha isugu yimaadaan iyo masaajidda. Midina waa guriga. Haddaba lixda sannadood ee ugu horeeya crucialka ah, waalidka mas-uuliyadda ugu weyn ay saarantay, waalidka mas-uuliyadda ugu weyn ay saarantay. Lixda ku xiga iskuulka iyo masaajidka mas-uuliyadda ugu weyna saarantay. Teenager markuu soo gaadho soo dhaafo intaa, bulsho weynta iyo miidiyaha iyo waxa uu maqlaya waxa ugu badani uu ka qaataa. Lixda ugu horeeya sannadood ee crucialka ah waa lixdaanu ilmuhu ka maarmin hooyo gaara inuu helo. Hooyada in lala wadaaga ma fiicna bay dhahaan. Walidaalka waxay dhahdaan ilmaha meelaha la hayo lagu koriyo iyo ilmaha hooyada gaarkii leeday isku si uma koraan. Waa tijaarib badan ay sameeyeen. Ilmuhu maxaynu baraa lixdan sano ugu horeeya? waxaan leenahay ilmaha wax wax lagu baraa dariiqooyin badan: almuxaaka waataqliid, aldabd waatacwiid, alistimraariya. Kadib intaasoo dhan oo laysku daray alqudwa alxasana, kadib ayaa qadaayad kala bilaabmaan. Maxaan kuwan uga jeedaa? Tusaale markaan ku siiyo waxbaad fahmi doontaa. Masalan, ilmuhu wuxuu u baahan yahay inaynu barro inuu kaadida iyo saxarada meel gaara la tago. Marka hore aynu dhallo ma yaqaano kaadi iyo saxaradu inay waqti leeyihiin iyo in meel gaara lala tagatoona ma yaqaan. Susamaha xafaayad baynu isaga xidhnaa, baan barro aynu rabno inuu ilaaliyaan. Waqtigama lewa dhowi bambarkaasi markay hooyadu ka furayso maxay samaysaa? Dumarkaa inta badan yaqaana, ragu ma yaqaano. Saaga maaha. Aduu waxun baa tiraa nawaaka naga kaji guriga naga qabo. Marka hore xafaayad baa loo xidhaa, waqti ma leh, markuu doonana wuu kaachaa, markuu doonana wuu saxaroodaa. Hadhow baashani lacag bay joogtaa, waxaad rabtaa inaad ka furto. Islaantu markay ka furto, waxaa laga yaabaa usbuuca hore ama saddex afar cashee ugu horeeya saacad saacad bay u fadhisa. Saacad markuu joogaba mee baydhmaankii baa la yidhaha, tuujiga soosi fadhiiso. Markaasaa la qasbaa, markaasuu kaaji waayaa, markaasuu mar kaachaa. Saacad kasta waa la ilaalinaya, ayuu guriga gelina eega wata. Xafaayad ma sito, waa la raacada. Xafada dadka joogo dhan mise xoolahay kaa yaru ilaaliyaan. Cabaar marka la wado, maalmuu la dhuuntaa, marmarbu kursiga kaga kaachaa, marmarbu halkan waa loo dulqaataa, waa la wadaa. Maalmaha dambe wuu soo bataa, saddexdii saacadoodba marbaa la wadaa. Maalmaha dambe wuxuu bartaa in waqti la kaacha ay jirto. Laakiin waa caruura weli lama qabsan, wuu ilaabaa. Markay ka daadan isku odhanaya kaada heesa kaada horad musqusha galo maalmaha ku xigtana meeshu ku sii kaacha maradu iskaga sii kaacha, waayo weli maskaxdiisu lama qabsanin. Last minute-ka inuu kuu sheego akhiiran sidaa ugu wadno waxaynu gaadhsiinaa 10-12 casho ugu badnaan bil. Markaynu wadno wuxuu bartaa in waqti la kaacha jirto, meel lagu kaacho gaar ay jirto, guriga intiisa kalena lagu kaacha. Inta ama wacda aynu ugu sheegnaa mise farsama aynu ku barraa ka warranta inu ka yarna dhaan oriya dhigayso guriga laguma kaajo, halkan guri baa la yidhaahdaa, xaggaana musqul baa la yidhaahdaa. Miyay saasi soconaysaa? Waa qososheen. Noloshoo dhammi markaa tarbiya haddaad maqasho waa tacwiid, waa qof la tareengareeyey. Qofkan waxaa loo tareengareynayaa inuu maxay sidaa noqdo. Ka soo qabo ilmaha waxaynu barraa markaa xaajadiisa inuu guto waynu ku tareengareynaa. Waxaynu ku tareengareynaa cunnada,
هويدو حفيعان ماركو آه يلا هذا الناس كلام السيو ناس كوين وقت يعيشة ماركو يري مثلا هذا يري وحلقة يبقى صعد لبدي صعدات بمر الناس كله يوشي ولو وح بدنا نوجي ما يوقت يبقى بدنا والله سيا ماركو صاير كرة ناس كعني سوي سلة بدلية إلى هي بقى وطلق عليه وحلا ليه وح داست سيسمو بويسين مشرتو داست نختارد أو الملاسيا all of them are poison هذا يدين ملي هي واين وحلو ملك وصن صنع الروت الصين أيوه لكن شركات كهوينا دقالة وحيلين رجوا فضيدية وحكن ما هور مستف الشيء أيوه خبرة ده عن كاله وح وقفي عن ناس كهوي مشروا الميت إلى الناس كاسيوسي المها دادو تشوغو وحو باهن يا إلهي كسودايا ما أنت لوجو بلابا أيوه وعنا ده نواد دمبر دمبر كوامحي وكيميكال لوجو تلاقي ملان ولقد عنا مريمبو مرايا ينو هجاتيو صفايو marka hore naasku waa biyo biyo ilaahay baa ugu tala galay ilaahay marka dambe laga gudinayana waana adag wa dhaqayo galaragii maali jiray dhaqayo geeliye ma isku mid ah marka bilowayahay dambarka laga maalay isku nooc maaha inta u dhaxaysa aan way isbedelaan markasta kimikalada nooc ba ku badan vitaminada nooc ba ku badan proteiniska chaad ba ku badan ku xidhan daada ilmahaniga sidoo korayo okay ilmahaniga naaska marka loo bilaabo ayra yar balosiya marku corona weena dabdiga barta marku aan yiraahdaba in la siiyo ma hadhow ila laga gaadayo marka laga deynayo saacaduhu way koraan waxaan cunadaynu barra Soomaalidu inta badan mooyi cunaday la xajcala ka qabana iyo daadinina iyo waxa laga yaba gaalada maartay kursi yar inta lagu xidhxidho ayaa midan waxba cunay karin loo dhiiba bleed yar iyo malqaad loo dhiiba marka su'aalka ku daaday halka kaada waxay rabaan inay hore u train gareeyaan dibadda training kama ku kabaxo wax laga yaaba laba jir maalintu gaadho ama saddex jir maalintu gaadho cunadiisa isaga cuna inagana afar jir islaana afka kaga guraysa baad arkaysa ama shan jir soo fadhiiso haya halkan waa si qaldan ilmuhu intu yaryeynu u train gareeyna inuu barto al-i'timad ala nafs qofku inuu isagu isku filan karaa tarabta inaad barto sidoo isugu filanayna maalin ba shay ba training-kiisa bilaabaysa haddii kaadi ka deynta maalin bilowday waxaad bilaabaysa cunadana inuu isagu barto sida loo cuno maalma hore malqacad kulba dhanba afka ka maraysa halku isku daadinaya imka miya gacantaadi afkaaga salada dayda may wala training gree training-ki marku ka batay ayaa haddii indha isku haasiya haddii afka laysatoona mirna miyad la wayaysaa laakiin ilmu marku yari uu la waya training-ka marku muddo wado الاعتماد على نفسه ببرطه انه وصبر درنا الممرك المسؤول كجين انه ادغو دغدغسن دبيتنا لبد كبود ادا كوتشوفو يدها ورستك حد غو خيدا اسلامتا و خيد خيدا هادات كو غالدا علم هو داركتو شغو سدخ جيرا و خلا برا سيدو دركيسا و خيدن لها سو قاده كاها بدن كا خيد سيغا لو شيغيا و خيدن يا مال ما هوره نص ساعه با قادن سينو درك خيدا meeshan yar ay geeyaan habarta joogta ka furimayso waxaan saalkaystaan fur kaba horta iska bixi oo bixinaya halkaas isaga saaraya sharaba halkaas kan bixi halkaas waxa la baraya qofka kan inuu ismaamuli karo walaa caawin kara laha markii baa daqiiqad lagu caawiyo sameyn kara laakiin waxa loo train gareynaya maxay inuu barto afka yimi binaadamku sidoo afka ku barta soo gubarta marka hore u dhageysta suu dhageysanayo codka barta dabeetana wuxuu ugu hor barta codka hooyadii iyo kaabihii haday hadlaan uu eegaya isagoo waxa ku hadlayaana fahmayni guriga hadii shan qof joogto oo ilmo halkan saaran hooyadii hadasho iyadu eegaya codkeedu ka bartay codadka kale kadib asmaadu bartaa inta badan iyo eray eray yar oo isticmaalo jumla ma barto caano ayuu leeyahay caano doonaya caano isii ma wada oran karo biyo waligaa waxa la cabo dhan inuu biyo u barto in la yiraahdo ama waxa la cabo dhan inuu caano u barto eray ku soo horeeyo maalin bay eray buu bartaa maalin bay eray buu bartaa kadib wuxuu bilaabaa hadal
لكن هذا المخارج الحروف ما يقانو ماشي إيرا يقال لغا سو سارو حرف كان ماشي لغا سو سارو ما يقانو وحقو هادلا إيرا يدو تشابان رير كودن بفهم مركا عين كاسو ليه هو يدي وكاقة ترجميسا هبل بو ييريا وحن بو شيقيا وحاي سيو ليه سييا تطق كلمة فهمين وحاو شيقيا وهي مخارجتي بالنسان ولي لكن سيدو تشابين يو تشابين يو تشابين يو مخارج تبرتا دبتنا إري إري بو برتا كدب بو برتا لبا إريين لا يسكحرو كدب بو برتا جملة لا سبين كرو كدب بو برتا هذا الكين لا حصوصا كرو كدب بو برتا ينو كفكري كرو كدب بو برتا ينو محي وحيدا دان لبا تشير ميلها مركو مرا يو إلا لبا كون يشان بغلو إري بو بران كرا سادح جير أفرشير ترى الله هيا قف قاسي مركو داء دا مرا يبا ينو انتا صوير هدانو انتا قرانا ينو حلا إلا دا waalidku may tirayn garaynin qofkan qofkan waxa la rabaa markuu hadalka baranayo inaynu ku qosilin ama ka tumanin inaynu isku dayno inaynu u saxno eray cusub inaynu barro jumlad inaynu barro afafku luqadu wa wahiyabaha ugu weyn qofka binaadamka nicme ilaahay siiyay aadanahana wa wixii ilaahay ku karaameeyay nabi aadam xal u karaameeyay وعلم آدم الأسماء كلها. أنتم ملائكتك قد مضنا هذا محيه هيد تنبيه هيد لغة وحيدة هذا والنعموين كأوه وين ابن آدم إلهي سيه وحد قياس تقف بن آدم وأفلقه دقاء قياس وحو الدريم يامكو شيغي كرين وحو الدريم ساندو شيغي كرين وحبابا لغة وأكبر نعمة ساد رادت با إلهي وحو ينوغم من الشاكتي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان با إلهي علمه البيان عضينتا إلهي بري التعبير عما في النفس لغضه وحيكمت أي آيات كإلهي لغو قرته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين با إلهي لغته وتواصلك ووحد بين آدم هو كحريرة وحد دون يسوي وحد كل شيء كرتوا وحد كفكر يسوي وحد كل شيء كرتوا ووحد اللي يسكت فهمه لغته ووحد سيدة رقمك هي عقيدة هي أفكارته ومدلاته هي لغته وقيمة فنية ومتعة فنية بيلاده أدب كده أفكه هو يبيده هذان وأفك جوري على جبر تمركسي أن معلم خبرين وأفك بيده هذان دحلك ومذيلة دي سيدا وأفك سيدا بليده هدا هدا كله يحي وبعد الصعدة أما والصمد دد ليه يحي سيدا أوجد ومدة أفك إذا ويده دقة كذي يدد نمد يدي ويويد صومال جوا محي Somaliga Muhammad Hussein qabiil yahay ma Somaliga identity-giisa hooyadiisa ugu weyn lagu yaqaan waa afka Soomaaliyeed maalintii afka Soomaaliyeed ilmuhu waayo ma aha Soomaali uu ka baxay ilmuhu hadduu af Soomaali waayo maxaa diintiisa lagu baraya qofna afka leh kuma dhergo dunida waxay dhaadaan maanta inuu ku noolay dad binaadam ku soo afafka u qiimeeyo waxay dhaadaan 500 ee jaamacadooda dunida ugu qiimaha badan leh oo 530 wadan oo dunida kamida ku yaala jaamacad kasta afkeeday ku dhigtaa 19 ka wadan ee dunida technology-ga hoggaanuya wadan waliba afkiisu ku dhigaa saa ogaad waxa la yiraahdaa af cilmi ma jiree dad kale ba afkooda cilmi ka dhiga inagu se waxaynu moodnay ingiriisigu inuu cilmi yahay af soomaaliguna uu jahliye jahligu way naga ma af soomaaliga jahligu way naga inaga moodnay markay inuu afkeena luminay inay wax fiican tahay wax fiican maaha waa dhaqan xumo halkii u dambaysay waa aqli liidasho halka ugu dambaysay inuu afka lumina Soomaali ilmaha ugu noqon ma yahdaan afka qoonin diin fiicanna baran ma yahdaan afqoonin naadir mooyani
ويا أفك لا قفك كما درجو مهما أنا في إنجليزي عربي قراني وحن دوني يكو مشي كره صومالي بام وحن دوني يكو شي كره المها الصوماليات بام وحمد حيجة كجو حيا وطلابين كره لكن أفك أنا أخريه وما جد بين كره المها كوكو بعة وحن دريم يوردن إذا هداد المها أفك كله مسان إن بدنا كم من دقائقنا وكتورتين إن بدنا كم من دينتنا وكتورتين لكن نقول حنا هاي سنة أفسا مالي وسك برضو نعطي الله يراه ده مركزات واحد جديد يساينو سق أفسا مالي تشتبان كل هاد كقول هاد الله مركزات دادو في غريس تشتبان كل هاد الله يسا تعالى ما أداء في غريس تشتبان كل هاد الله يساينو واحد جديد يسا أفسا مالي تشتبان كل هاد الله تكو غسل يسا مايا المهنة ندي رجل يويان af soomaaligiisa ciciibarina soo dhaweeyay weeyaan inaan wax u biiriyo weeye inaan ana aruga fingriisa ciciiban kula hadlin weeyaan ilmahayga haddii aad rabto markaa waxaynu nimin meel dagaal uu ka jiro ninka hindiga ah markuu wadankiisa joogo dagaalkan ku jiray india boqolaal af baa laga hadla boqolaal diimood baa lagu haysta boqolaal dhaqan oo kala nooc la haysta sadaraad markuu wadankiisa joogay buu qofay jig oo fayow aha oo ilaalinaya diinkiisa iyo afkiisa siiga ka yimi India halkan markuu joogo waa siig afkiisina uu ku hadlaya dabcaabud ka jooga India ka yimi halkan markuu joogo waa dabcaabud afkiisina siisi buu hadlaya muslim ka joogana afkiisiisa siisi buu hadlaya isagoo shan qarni jooga inana kuwaynu keenay baa imka afka laba garanaynin iyagoo nool aynu la ordayna kuwaynu keenay iyo xogaa ingiriis iyo jaban garanayo ubes ingiriiska ku hadlayaan oo dhamaan waa suuqa haa suuqu wax kaga iibsan kara kuna warwareegi kara laakiin af cilmiyad maaha ama af culture hambaarsan maaha hadii culture la loola hadlo ma fahmayo marka kiisina uu lubiye ku kalana ma haysto ina dubadan soomaalida af soomaaliga la liita umamkuna ma dama aynka warkayaan af dhintay bay umadaha qaarkood soo noolay yuhuudda ma taqaana dowlad maanta yuhuud leeydaada soo ma maqashaan israayil leeydaalkan jirta af dhintay bay soo nooleeyeen si ay dadkooda wax ugu baraan oo u noqdo luqada rasmiga ee wadanka af cibriya dunida ku hadli jiray kaasa inta dib loo nooleeyay maanta takhasusaadka daqiiq ee dunida qaar ka mid ah lagu qoraa ka mid ah jaamacadka dunida ugu horeeya maanta ku yaala Israa'il qaar ka mid ah teknolojiyada badbay dunida hoggaamiyaan iyagoo ku barta maxay af cibri af kumanaan sano ka hor lagu hadli jiray intay dib u nooleeyeen bay waxa ka dhigana af nool inana mid noolo hadda dadkii ilaahay joogaan bay rabnaa inuu dhinto ana arurta af ingiriiska qaar insha Allah baa diinta qolada af ingiriiska soo dhageysanaya ama qolada af carabiga ka soo dhageysanaya saasadu haysata kuwana wax kama fahmo markay qosalaan un buu la qosalaa laakiin wax kale kama garto waxa rasmiga markaa wuxuu yahay war luqad waa dadnimadiini waxaan adigu qofkaaga weyni Soomaaliya wali xiisaha ugu haysta inaad ku noqoto ugu jeceshay dadkaad afgaranaysaa culture-kaad garanaysaa dhaqankaad fahmaysaa isagoo laakiin midna ma rabo waayo culture-koodana ma yaqaan dhaqankoodana ma yaqaan si u fakarayna waayo afka sida haduu qofku afka waayo afkaad si rasmi ah u garatay dhaqankiisa aad baratay idan inagu markaynu nimid dhulka kan multiculturalism ku yaalo dawladaha jooga waxay isku dayayaan inay dadka isku milaan waxaana isku dayayaan inay shaqo abuur sameeyaan waxay isku dayayaan caafimaadka inay ilaaliyaan laakiin inaga masaajidkeena iyo gurigeena xilka ahaya afka iyo diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo suluuga ilmaheena inuu ilaaliyo ilmaha Soomaaliya lagu korinaya waa ilmo gaalnimaan looga baqayna tabadan wuxooga akhlaaq xumo aba taala u baahan laga laga dagaalamo ama ilma halkan jooga wax kasta uu luminaya ilaahay markuu ina leeyaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara wa mas'uliyat kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati maxaynu u baahanay marka maxaynu u baahanahay ilmahani inuu istaagi karo
وملكه التمييز انه يالان كرو خير كاي شركه انتو كلا غرتو انو دوران كرو غور مغاده ياتا انو خير يا شر انتو كلا برتو هدنا او دوران كرو وغورت الموازين تا وحلقو قيمه يا دو غدبسو اي غو هريسو افكي سي دقاكيس اي كحكتو اما لمرت هاي عقيده ديس إنسان كوا أسير معتقداتي وحو الرميسي إلى القرآن كوا حو نوسي وقد بيه نن حكيمها وإلمه سلا دردار ميا محو دردارا كي اللقمان يقوه الرأي محوها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم المهيقية وإله يشركية لإن شركه وظلم وين وين إنه إلمهم برنا ملكة التمييز إنه ياشو إلمه ودن كشوقي حمها نحمو يقاني سمانا سمو يقاني وأنا وحوقفي عنا وهلا ويا ضد كوردن باسيدا ويقاني لكن إلمه هل كان شوقة وحلا إنه ليه وحد أضغ حماه تقارن ضد سماها ويقانا إن أنت يرى ما ينن كير اللي بيتبن كيرس دحيت بن كيراد وحد لا ضهاي زينة دا سكايل علي بوي فرند كسكايل علي كان سكايل علي مركو سكول كتجانا socially marka ardayga la qiimeeyay waxa la leeyahay asxaab malee inaan haday tahay boyfriend maleeyay inaan haduu yahay girlfriend maleeyay hadii aanu lahayn macallinka cilmi nafsiga baa loo diraya si loo baaro ilmahan uqdada ku jirta waxay tahay wal mabuka aktisa wayn xurriyada qaato marka ilmaha kaani wuxuu galayaa had la baaro adu waxa ku tiri inan iyo inan aan isqabinin waa zinad waa mamnuuc inay isu dhukada waa mamnuuc hortiisa isku haystaan kuwa kalaaska la dhiganaya baa is haystaa tvgii baa is haystaa wax walba baa is haystaa wax wanaag baa loo tusay adna waa xumaad ku tiri idan waynu ku qancayn waxaanu xumayeen malakadani waynay u dhisantay waynad mas-uuliyad bari kartaa walidalik ilaahay wuxuu qur-aanka inoo tilmaamayaa ilmuhu markuu 15 jir ama qaan gaado inuu amaam Allahi mas'uul yahay su'aalka maaha aakhiray la xisaabayo macnaheedu waxa weeyaan inta ka horreysa loo train gareeyo inuu mas'uuliyad qaadi karo saxaabadii iyo dadkii muslimiinta hore gaal ay la noolaayeen moodin mujtamaan muslimke Soomaalida oo kale inay haye gaal ay la noolaayeen laakiin gaad dhexdeeda lagu train gareeyo la baray idan intaan aqaliga la furan waxa ka horreeya inaad qalbiga ilmaha furatid فتح القلوب قبل فتح العقول واه المحبه والحنان انه المقاهله سوركا غو دغيسن كرو قال قال اناد كو بيرتو ثاني الامر اناد وحك است تعويديسو تبابركا انو قاطو صلاه ده محل ينير تدبچير ايا لينير صلاه برا انغا ددك بربا لبچير يا سدح جير يو كيرا لبچير يا سدح جير مساجد لكيرا ما تدبا تشركوا حد التمييز معنى هيدو حوية وقف برطي قران كره طهارتهم حيتي نجاس تسيال ليس ما يدا صلاة تسيال لوتو كذا أما وحيدا دان وقف ذاكرة دي سفي عنتي انتو اللي حشركة كسي يريا بيدا الموها ذاكرة دي سمفي عنا وادبرا يسا بيد حدية مدك تمدك تالا هرما يدا بيد حدالة دمبيسية واسكو قصية ما لنا بيد حدو ما يدا يا ما لنا مدك تهرما يدا لكن مركو حد التمييز كقارب إلي ومركا أنا وحبك قال دمين ذاكرة دي سنفي عنتي wixii loo sheego waxa soo sagaro laakiin waxa la yeeyay 10 jir markuu gaadhaba maxay uquubadu bilaabanta somaha 3 sanadood maxaa jira 3 sanadood oo min 3 boqoliyo dhowr iyo kontan ama 6 maalmooda oo 5 lagu dhuftay waa mise waa dhowr kuna salaadood 5 ta kuna salaadood waa training-ki 5 ta kuna salaadood waa tacwiidki maal ma hore labu tukanaya oo iska seexanaya sadex buu tukanaya maalintu daalo uu ka seexanaya salaadu markay dheeraato magribku goor daba noqoto waa iska seexanaya laakiin waa la soo tababaray macnaheedu waxa weeyaan 10 jir markuu soo gaado waxa la rabaa qof training-ki ka baxay inuu noqdo dabeytana nooc min ciqaaba bilaabaysa laakiin haddana wali loo qabsan maayo wali loo qabsan maayo aakhira goor ma ilaahay xisaabinaya markuu dhowriyo 10 jir gaaray markuu qaan gaaray inta ka horreysa oo dhameey maxay ahayd training bay haddii inta ka horreysa ihmaalisa ka warraad iska deeso
ومركو دوري طوال مرة يا تلاوري يا سلادة تكو حتى كذا ماذا تبى بريبا مرك حسوب بلعب يدينو مالين تكو ده مالنا ترى سلادة تكو ده سلادة إلا مو سوى قرين ترينين كي ترى ده بدنا نلاش واسطة تان مركا وين أتقف كان مركو الشنية تبين شرجارو أما أوقان جارو وين أدو ترى إنجليزي إنن هدا يتيني غورسن كرتو غوريالن كرتو هو يدو إني سوف كرتي وين لو ترينغريين إن هدو يهينو مامولي كرو غوريو يالان كارو وين لو ترينغريين ونفتيسا كف اللان كرو قف الله دبا صعدو على الرادعين يانا هاي قف أمام القانون وأمام الله مسؤولة قانون كان يساقع اللغو قاضي دو حدا يا دو حدلا يا دو واحد رابا أمام الله هو آخر هدو تقانا محي يساقع مسؤولة سو وحن ربنا فيدين كان innagu warwarkan cunadeena haysta waxa ka muhiimsan warwarka barbaarinta hadii marka aanu aabaha iyo hooyadu tababarayn sidee bay ilmo tababari karaan su'aashu waa taa waxaan idinku bilaabay qoladii iskuulka laga soo saaray shahaadada la siiyay iyo wadaadkii yiri waa inuu dadku qaataan license waliba marba jirtay inuu ku nooleyn dhul dad tajriba leh cilmiga marna tajriba lagu hela marna class ba laga soo qaata dad tajriba leh baad la noolayd markaad wada kaaga joogtay ayeeyooyinka eedooyinka habaryaraha aabaha awowiyada waxaan oo dhamaaday carruurta kula korinayay wani ka tajriba badnaa Soomaalidu maxay dhaadaa curafiska islaamaha laga ma marmo curafiska lama hay wax weyn way ka farsamay qaasantay ilmu markuu oo yaabay garanaysa waxa haya wuxuu yahay عن طريق تجربة بيكو براتا لحدن سندود باي سيدان وصوان نولاي لحدن كي هو يدي تجربة دي دينا ويسوق عادة اما كي اي يدي داداني كدارين بغل سنة تجربة باي وضطا بغل كا سنة تجربة دا اما كا وحي بريت وحي برتاي سيدا وقفكا يري صوص عدا اللولا نقبو ايه الجركيسي لكن كوانا وينو كسو درغني حتى تجربة دا اها هستي مركا انان يينان بلوه اما متكودنا شقتك من نقول جسيش شو قام مال عدلا أهير لدكن المهم هنا وحكونا لي مال مالتي كارد جرالة دي مكة لجدي سنة أفف كلا جدي سنة غم كلا جدي سنة سدابة فرصة ما يقان هذا النقطة كرت أمرك كصباحة إنه المها كصار كروي سكول كي وباهنا سيب لحد السنة هرة لحد كل حاجة أنا أدق يوم سكولك يوم مساجدك سدابة استوى أديك سن كرتا هدي سكول كويدك عقيدة قديسي واحد في عنا الله هدينا سكول دي نيالتان هدي بويدك عقيدة قديسنا نقضي قرية هي مساحة كسابة المها انت اسكك عشدان وصو صاري كران انو الله الله مكرو هدي المها افقو وكلمو مساحة كنوح مباري كريو وحيل الربي اللي هو مقود بن كريو هدو دين كلمو وحيل الربي اللي هو مقود بن كريو المهم مركو كان قاعد كسر نقطة واحد عن صدق وحبو ضريبة صدق ده وإحنا وحلو صوته وبري وين هذا وينو مسؤوليته ضريبة وينو حمبارك هرا وينو الله عصب وقال يا تركي سوي سبدلي عتكي سوي سبدلي سدو فكري وي سبد الشيء تجربة بورا ما هيستو والله كالمة يا لكن وينو مسؤوليته لا برا كو حريه بو بلابه وين حريتها لكن وين نقطه حريه منضبطه بالقانون وحيل الرميسنا قيمها هي دقه قانونك هي شرعي ما تكون ضابط سنن نقطه وحجعليه وحول با امرنا ان كو قادنا ان لا قنعيه ويل دلي يرابا النبي محمد ويمسو مجلس كفديه وحو كو يدي الى رسولك سيو انا وحن ربا بو يدي ان لا يفسحو حق الله فصحيها ولا انو هبلها ان انا اسكر عبد دوري انا زينت هلا يو كلا ده بقول فسح مو ربا كورنا دوي مكان انت هلك هي ما تو يدادو ورن و خربا ان لا يفسحو زينت لا يفسحو اما وين قيل يلهين اما وياب الهين سمها نبي قول مركو عينك اي ددك يابين عليه الصلاه والسلام حقو يري ادنو سو دوو ويري الا ان ان كيسدي لو احترامي نبي هرتي سال فارسي يبيتنا النبي محمد وهر فارسي هذا محاتري هذا بحربه
إلا يفصحه أنا وزيرنا أنا فصحه الرباب ولا إله رسول كسيه وحنا بكويري هو يدا ما لا تعشى زيند هو حاران هالصبيان اللي ما ورد هل بيقولي هو يدا ما لا تعشى رسول ما إله رسول كسيه هو يدا يعدينا كسيني ساتو مرة با لبيت أنا بكويري دتك كلانا دمر كلانا قربي هو يو ينو أنا ينا لا تعلي ولا شام لا تعشى ماي إيدو هبري أنتي كهر الرئيسنا الدمر أيو نبغو ميد بمروي دي عليه الصلاة والسلام ميد والبو حيود لما ربو أقول الدمر ككالنا أنت عسي رقبي إيد يا هبري يري كانوا ينو يجون على بتش على سلاج كون نبغو له هذا وقنع عينيه كدي بون نبغو دعي هاي على هذا التاريخ ده وريا إذا دانين إنك جبر دم بمئين يعني محن وجه هذا فتح القلوب باكه الرئيان تقفك قلبي سهنا تاكه الرئيان العقل جي سقن عيسو لكن مركز دمبنا وحوب بهاي مركز دائدا سوقارو إن عقليا قن عنك رئيسو إن واحد نو ندوري تو منشل أنت تساق حيسو دكان كيس عباد لا ضي مرضا قادم خيس كل ما يتبان قادم خيس وروح سمر ما هتور تغاضو أما أنت هذا وجري دكان كتكتو وشاري يسرول سوي بيسو هذا حلا كويسان كوسوي بيا قادم خيس كل مكون دون مين إني قده وربل واحد عندي ما أنتوا لما نخوسوا يبين إني بعد له صح ما واحد صحة أنا تكحيسه الدكان كجيسه لكن تجربة كفلان ما هيسته أدو حش رحديد مركينا ترى مريه هالنوع عاصي ويفسق يان قوة هداد بمالته الرئيسي ما يدميان قوة كاني قيمه ديو يسمع عن تمان كواليتي قدو حيه كان إن تقفك قن عن كرتو دورتان جلين كرتيد هل كأطربتو إن تكون توجيهين كرتيد مركا ترى هذا بانجا وحيلا قومن كا أما كائن تغاطوا يا كاسينا وحيسوك في عين كاسينا وحي وحيسوك في عين حتى قن عيسى مركا كل سنة ده هريد إن كده حيسينا يوناك سنيد وكل سنة ده هراد ضيع حنطة هاي يعني هادو كوار كائن هادو حبا بقرن إن إنه ده رمي يعني حنطة هاي ده حقاري كسر ماي صح كما دو كوار كائن هادو كده بايسو وأنا ترين قريم وحوك هذا جيسين ماي لكن هادو كو أركو values كي يقيم كتسيطة وحكو أول إنا يهين وكو احترامي ميد نوا إسكبتر تاسيدي دبو مركا ويري هينا دوني دا إلمها وحا أولوين أبيه هو يدي دبتنا إن أنتون إنا هو يدي دو أكاتو مري هيدا قشو كبه هيدا قشو مرادا دنال دكتبنا خيرات باشي سوغو اسكو شوفي باداك سابا بسكا لغايا لكن مركو سوينا دير دوري تبنجر صان نغضو odagii la dheeraa dhererkiis uu soo gaabtaa salaanta loo soo gaabtaa isna uu soo karayo dib isku dhereriya dad kale oo ana uu la dhaqmay bulsho kale oo ama ka yara aqoon badan ama ka lacag badan ama ka tan badan uu la soo dhaqbay marka horta dhererkaagu intii hore uu ka soo gaabtay weerad ku xisaabtanta oo marka ay yar yaraayeen sidii aad awaamirta u siinaysay u lahayd sida ay la arko maaha qofkii uu soo koray soo koray mas'uuliyadna weyna dareensiisa nooc min al-xurriyana weyna dareensiisa توجيهات نوين تسيسا مركا أنا قاوة حي لفي عن كان با وحي ولفي عن كان وحي سيوغ لفي عي وحي شرح يس هذا قنعين كريسي انت أكدب أي وحي لنا الاعتماد على الله إلهي إنا دو تلسارتي أنبياء دي محيكو دعينيس نبي إبراهيم ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء حولها النبي إسماعيل مركو لسعودي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك واصلح لي في ذريتي مؤمن في سورة الأحقاف إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما دعاء إلهينا إن أدبديست قلوبت وحيكو شرتاق عنت ربي هذا هو حنكو سو كوبية هديبا اينو نمي دول ملتكال جرالة ملتكال جرالة وحويان دول افف بادن ديما بادن نقام بادن اي ميشي يالي هو اسكي سهر جيدا وانسكو حقيمين اينين اسات ربطو اينا تكون نولاتو او دادكو كرستيت وانا ديالتا أودي أردق ملاحيت
inaad maxay bulshada iyo dhaqanka iyo afka inaad ka hortegi kartid. Oo ugu horeyso afkiina inaa ilaalisaan. Wara Ingiriisi maaha cilmi, Ingiriisi cilmi maaha. Af walba dadkiisa cilmi ka dhiga. Cilmigu waa wax lagu guro afafka, ereyga waa la ballaadhiya waana la yareeya. Laga yaaba haddaan nadka gashaan muxaadaradan kaga waramayo luqada inay cilmi tahay inaanay cilmi ahayn, iyo af soomaaliga inaan laga fiicnayn aan ku tilmaamayno. Laakiin waxaan uga jeedaa un afka waa kow inaa ilaalisaan, labana waa inaa muctaqadkiina ilaalisaan. Ilmahani maalin kasta iskuul buu tagaa, iskuulka ilxaad baa lagu dhigaa, wixii la doonaa lagu dhigaa, waxaa waynaan hadhow ka shubi karnaa. Laakiin haddiiba aynan laba hadli karin saad uga shubi, haddiiba aynan iskuba af ahayn wadaadka masaajidka jooga, haddaana iskuba af ahayn se isu fahmaya. Yani ilmaha iskuulka tagay shubahaat ilxaada mathalan atheism waa koorsiska ugu badan ee iskuulada iyo lagu dhigo si indirect iyo jaamacadka iyo waxa kan. Shubahaadkaasi ilmaha markuu soo galo yaa ka saaraya, isna iskuma filla. Wadaadka masaajidka jooga isafgaran maaya, adiga isafgaran maysa, yaa ka saaraya markaa? Waa inuu diin laawan noqdaa markuu koro. Afkani waa wixii diintan sidee lagaga saarayay. Haddaad ii keento isagoo af Soomaali garanaya ayi shubha nooca ku saabsan, insha allah waan ka daweyn karaya. Laakiin af kale waan kaga daweyn karaa ma jiro. Af kale oo intaanu isku fahamno uu kaga dawoobayaa ma jiro. Adna waxba kama daweyn kartid. Iskuulkii loogu dhigayna waad ku sii wadaa oo lacag baad waliba kaga sii bixinaysaa. Subax walba intaad dar u sii xidhaabaad leedahay soco oo sii tag iskuulka ayaa jaamacaddaaba tag. Idan ayuha alaxiba, maxay carabtu gabaygoodii muxuu ahaa? Intuu laba diblow xidhay buu badda ku riday, markaasuu yidhi war hooy ha qoyin. Aqalga maya gashaa qof intaad laba diblow xidho badda ku tuurtidoo tidhaahdeed maxay iyaaka iyaaka, waxaan kaaga digayaa adiga iyo qoyaankaan idin kala digayaa haddaad tidhaahdo. Yacni ilmaha ilaahay baa u abuuray inuu wadadaana qaadi karo, wadadaana qaadi karo, laakiin fii axsani taqwiim baa ilaahay u abuuray khayrka inuu maraa. Adnaa shay baa lagu marsiin karaa. Laba profesor oo iska soo horjeeda hadday helaan ka khayrku raacaya, ghulaamkii sixiroola iyo raahibku heleen iyo mu raaca, laba cilmo kala gadisan baa lagu waday, midna gaalnimo yahay midna islaamnimo yahay. Laakiin hadduu ka islaamnimadu abkam yahay ka waran aflaa yahay. Islaamnimadu hadduu aflaayi waanay tawaasuli karinba, xidhiidhi karinba ilmaha iyo waalidku, ilmaha iyo imaamka masaajidku, ilmaha iyo sheekhu haddaan xidhiidhba ka dhaxayn karin, aanay wada sheekaysan karin, u culays dareemayo intuu adiga kula joogo, sababta waxa weeyaan adaad dayacay afkiisii. Cidda afkan laga rabay inay barta waa adiga, cidda la rabay guriga inaana af Soomaali mooyaane wax kale lagaga hadlana waa adiga, diintiisii inay dayacanta cidda u sababkii markaa waa adiga. Waxaynu u baahan nahay war cilmi weeyaan sida ilmo loo kobciya, lisanska qaata gaal iyo muslimba waad ka baran, muxtawaha kala gadisan. Muxtawa waa maxay? Yacni kuugnimadu waa farsamo soo maaha, laakiin xaraan iyo xalaalba waad karin kartaa soo maaha, waa farsamo kuugnimadu. Ninka kuuga ah haddaad wax xalaala u dhiibto wax macaan buu kasoo tuuraya. Doofaar iyo in xaaraana haddaad u dhibtana wax macaan buu kasoo tuuri karaa, dhadhanka wuu macaanayn karaa. Nimaan farsamo yaqaan ahayn haddaad xalaal u dhibto muxuu ku siinayaa? Buushun buu kasoo tuuri dee, waxaan dhadhan lahayn. Inkastoo wuxuu walaaqaya ay xalaal ahayd, laakiin qofka la siinayo kama degayso inuu waa xalaal isaga cuno mooyaane, dhadhan male lagu cuno. Idan markaan idin leeyahay wuxuu waa cilmi, waxa weeyaan wuxuu waa farsamo kamid a farsamooyinka aadanuhu barto. Pedagogy waa farsamo kamid a farsamooyinka aadamuhu barto, sida wax loo kobciyo, wax loo barbaariyo. Dadka badhna tajribadii aadanaha caadigaaba isku siin jireen dadka aan wax qorini. Libaaxu midhkiisa yar libaaxun buu akhirka ka dhigaa soo maaha, laakiin keligiibaa watee daayarra kuma daro, isagaa wata ilaa iyo intuu libaax ka noqonayo.
sagaa tababara meel kasta kala booda farsamadaasoo ka bartaa siduu u daba socdo waxa ka bartaa. adigu waxaad rabtaa inuu libaax noqdo daayarana waad ku daraysaa oo dee ma wadatid cid kala wada idan can ariiqi tajriba marka kuma qaadi karo maadaama tajaarib kaloo badan uu helayo wuxuu u baahan yahay can ariiqi tacliimna in lagu siiyo marka kan muxaaka qura iyo talqiin quri kuma fila ee wuxuu u baahan yahay farsamooyinkii waxbarashee tirada badnaay oo dhan wasaaishii la adeegsaday tirada badan oo dhan in la maro. marka aniga darsigan oo dhan dantan ka lahaa waa hal un inay fahamtaan inaad fahamtid bini aadamku inuu xoolaha marka hore ka qaalisan yahay oo waan shaqaynayo waan mashquulay inaanay sax ahayn. marka labaadna inaad ii fahamtid tarbiyadu cilmi la bartay inay tahay oo haddii aynu baranno ilmahan ku tijaabinana inaynu ku guulaysan karno walow aan ku nool lahay meel qaldan haddaynan farsamadaa baraninna inay eeddu inagayna raaciso mas-uuliyaddu inay inagayna raaciso ilmahana uu geed hadduu meel ka baxo uu qalloocdo ma ninkii beeray baa la canaananaya mise geedkaa la canaananaya soo ma ahay ninkii beeray ee toosin waayey ee baalkan hagaajin waaye geed kasta waa la toosin karaa geed kasta meel kasta uu ka baxo waa la toosin karaa haddii uu farsamo yaqaan haylo haddii laakiin halkaa intaa laga baxo dabaylaha loo daayo dabayle xaggaa u wado oo geed kale ku baxo laantaba qabsado deetana u xaggaa u qalloociyo dee geed qallooca baxaya ilmaha kan haddaad badda dhigtay oo waxaasoo dhame ay ku socdaan najaasada kugu duushaa hadday yartahay maxaa ku filan koob yaroo biya soo maaha laakiin haddii qasabad najaasi kugu socoto ka waran wainde dhowr qasabadoodoo biyaa la raaciya si ay u taaroobi karto meesha haddii kalema taayro idan halkan juhdigaynu caruurta ku bixin jirnay xaggaa markaynu joognay mid ka badan baynu u baahannahay. marka cilladu maaha inaynu ooyno oon idhaana caruurtii baa luntay caruurtii baa afki ka lumay caruurtii baa war waxani waa shaqadeeni iyo innagaa shaqadeeni kasoo bixi weyne aan isku qancinno marka koowaad waa marka labaadna keli keli kagama baxayna eh aynu ururnimo iyo inaynu midowno isku qancinno waa marka saddexaad inaynu baahida dhulkan aynu joogno inaynu u midowno iskuulladeenna inaynu inagu yeelanno masaajideenna yeelanno xaafadahaynu degeenna yeelanno dad jira inaynu noqonno dad jira oo dad hayn kara inaynu ahaano. haddii kale waxaad noqonaysaa warshadaha ugu fiican ee bini aadamka soo saara laakiin dad kala biiriya imika yurub iyo north america iyo maxaa dadka loo qaataa way dhali waayeen oo xaqiiqa jirta way dhali waayeen waxaana la hubaa inay dowladahoodu burburayaan sida ay iminka yihiin hadday ku socdaan waa sida iyagu buugaag iyo research iyo t v iyo wax walba kasoo daayeen waayo ma jiro waddan nin cadi ku nool yahay waxay dhahdaan in dadku sii jiro waa 2.1 inuu reeshiyadu gaadho 2.1 macnaheedu waxa weeyaan boqolka qoys boqol nin iyo boqol gabdhood soo boqol qoys maaha waa 200 qof 200 qof bay dhahdaan ugu yaraan waa inay dhalaan 210 qof markaasuu dadku joogto noqon karaa hadduu intaa ka yaraado dadku hoos buu socdaa talyaanigu hadda 1.3 buu marayaa that means 200 qof ee talyaani iyo 130 bay dhalaan 200 markay dhintaan maxaa bedelkooda jooga 130 wadanada qaar 1.25 bay marayaan wadanada yurub ugu sarreeya 1.8 bay marayaan 200 kastoo dhinta 180 qof baa bedelaya that means tiradii ay dagaalkii labaad ee dunida kaga baxeen hoos bay usii socdaan ciwadkii mee markaa wadanadani way burburayaan bay go-aan ku qaateen haddaan dad la helin dadkiina feminism group iyo idea aynu ka dhaadhicno dhali waaye in ilmo dhalaa dhib bay noqotay mid nooloo ordaya iyo mid aan shaqo kale inoo qaban ee dhala waa inaynu keennaa baa la yidhi marka warshadaha dhasha ayaynu nahay ee yurub la geeyo soo saa moogdin warshadaha soo dowladdu ma laha warshad qalabka usoo saarta dadka warshadda soo saarana soomaalida ka mid a 6 dhal 7 dhal dabeetana ha la gurto waa maqashaan un caruurtii waa la qaatay kuwa maaha kuwa aan qaadanina dee waa hadiya aynu soodii u siinay way kori uno way ka mid noqon akharka way koriyo way ka mid noqon marka waa inuu kala doorannaa inaynu noqono warshadihii dalalka kale dhasha ay u haysteen caruurta u dhalaya kadeedka iyo dhasha watay ee markay koraanna dadka kale ku biirinaya iyo inaynu noqono dad jiraya
oo af iyo dhaqan iyo diinba raba inay jiraan dadka kalena raba inay bedelaan oo diintooda gaarsiiyaan. Dadka kalena raba inay bedelaan oo diintooda gaarsiiyaan. Doorashadu waalidka u taalla, caruurta maaha. Waxba yeena caruurta maageen. Caruurtii baa hallowday, caruurtii baa jeelasha ka buuxda. Waa sax. Yurub markaad joogto tiradan ka nahay iyo tiradan jeelasha ka nahay wax inaba isu dhigma maaha. Bulsho ahaan tirada 1% kama nihin, jeelashana 1% fiican baan ka nahay. Xataa meelaha waalidaynu 1% fiican ka nahay, waayo markay dawakheene noloshiina gaadhi waayeen baa buuf isku wada dhacay wada waasheen. Tirada daraga iibisa 1% fiican baan ka nahay. Waxaasoo dhammi maxay sheegayaan caruurtii baa xumaatay miyaa? Maya. Waxay sheegayaan mas-uuliyad darradeennii waalidiinta, jahligii waalidiinta haystay. Qaarna waa dadaaleen laakiin wada qalda buu la dadaalayay, isna dhimay caruurna ma hayo. Inina marka horeba mas-uuliyadda may qaadin oo xilkaas may saarin. Haddaba haddaad rabtaan inaynu qaran guurana dean halkaa ka wadno, dadkana u dhallo, guurkana badino, caruurtana badino, nin iyo 8 iyo 7 u dhallo, 4 dumarana guursano, laakiin dad kalaynu badin. Markaa Soomaaliya joogta inay landheeraa sheeganaysan baaba la qaato, tolkaabaad badinaysay imika, tolkalaad badinaysaa, wallaahi tolkalaad badinaysaa, inaanu tolkaan ahayn xataa kaad badinaysaa. Aniga risaaladaydu waa intaa, waar waa waxba idinka maqane raadiya. Wasalaamu calaykum.